عن اتهامات وجهت لمنتظر الزيدي. الدافع عنها ما الدافع عنها هذا موضوعك. أنا اليوم في مواجهة معك، يمكن ما حد قايل لك ما حد، ولكن نسمع ونقرأ أحيانا، ما أقول الكثير لا حتى ما أبالغ، أن ما حصل في ثورة تشرين أو انتفاضة تشرين أو لكم الحرية فيما تشاءون بتسميتها، بأن منتظر الزيدي كان محسوب على التيار الصدري وهو من دخل مع القبعات الزرق وهم من أجهضوا تلك الانتفاضة. هناك من يقول أن حتى دخول منتظر على الرئيس الأمريكي بوش، أنا أنقل وأتساءل هل من هذا شيء؟ ما حصل في المطعم التركي، هل صحيح أنكم أنتم من قام بحرق الملابس أو الأغطية البطانيات أو أشياء من هذا القبيل؟ طبعا مع كل التقدير والاحترام للتيار الصدري، ولكن احنا مو صبها ولاتهما، لا طبعا اي، ولكن الواحد تساؤلات نعم. اريد اجابه نعم. عليها. شوف استاذ، اول شيء انا مستقل من اول ما الله خلقني ولا ان اموت، وانا معارض كذلك بذاك النظام، كنت معارض ولو بلساني ولو بقلبي، وذلك اضعف الايمان. ليش مو انت كنت بعثي يعني؟ ابدا ما اريد احكي لك بطولات اخذت ولي، لان ما طول شارب، النظام راح. هذا النظام أنا أيضا له معارض، والنظام الذي سيأتي بعد هذا النظام من الآن أستعد لمعارضته، فإن المعارضة المزمن. المعارضة بحياته ما يقدر يستطيع أن ينتمي إلى حزب ما أو حركة ما، هذا أديولوجية الفكر المعارض، يعني هذه جينات المعارض. ولكن أنا هذا ديدني، أنا المستقل، أنا المعارض، أنا دائما غريب. يا ريتني حقيقة وأتمنى لو كنت من ضمن أي سرب، لا أقول قطع حتى لا أزعل الناس من عندي، أقول يا ريت أنتمي لأي سرب وأكون متشابه بيناتهم وأضيع بيناتهم. مرات يعني ويا نفسي أتمنى هذا الشيء، ولكن مو بيدي. شوف أستاذنا، بالثورة تشرين كانت هي تظاهرة، وإحنا التمينا هناك كمتظاهرين، ما حد يعرف الثاني، ولكن الشخص الأكثر كان معروفا في الساحة فقط منتظر الزيدي، لأنه هو إعلامي، ولكن بقية المنتمين بالثورة جاءوا الثورة هم مواطنين، بعدين صاروا ناشطين، بعدين صاروا أصحاب أحزاب إلى آخره، بس هم مواطنين غير معروفين. منتظر الزيدي الوحيد كان معروف، كان تتلقى الفضائيات وكان الناس تلتم عليه، فأكثر السهام وجهت لي طبعا، جزء الأكبر من عدها من السلطة وميليشياتها وإعلام الحشد، ساعة يطلعون بعثي، ساعة يطلعون كذا، ساعة يطلعون كذا، هاي معروفة. وهم من أطلقوا فكرة أنه منتظر الزيدي هو مدسوس من قبل التيار الصدري في التظاهرات. انتبه، وموجودة الفيديوهات عندي منتجة كلها بلبنان، أصوات ضخمة وفيديوهات وجرافيك، منتظر الزيدي صدري مندس بين المتظاهرات، هاي كلها وصلتني منين؟ من إعلام الحشد والفصائل والميليشيات والحكومة. من صدقها؟ صدقها اللي هم ضد الحشد والحكومة والميليشيات. طيب شلون هذا تصير؟ أنت تصدق على حليفك، على أخوك اللي طالع بدمه، اللي متعرض لسبع محاولات اغتيال، تصدق هذا الكلام من ناس مغرضين؟ من المتعرض لسبع محاولات اغتيال؟ أنا هاي سبع محاولات اغتيال هاي شايفني بعيني، ما عدا اللي تعرضت لك سيارة ما أعرف شنو. اتصلوا بي يا جماعة قالوا الله الله نجاك، والله هو الواحد المنجي. انه قال تذكر انت طلعت هيك؟ قال لهم والله ما اتذكر. قال لا شلون؟ مو اجتك سايبة وعرضت لك وكان قدامها تاهو؟ قلت لهم والله ما ادري، انا اطلع بالشارع ملتي بالتليفون انزل كذا على الثورة. قالوا ايه، وهذا الوقت كانوا يلزمونك وما قدروا لك، وغيرها وغيرها، وقتل وجوني للبيت، وبالتحرير 20 واحد بيدهم سكاكين. مين مدفوعين ذولا تقديرك؟ من الأحزاب الفاسدة، الطرف الثالث مو مواجهين من القمر، الأحزاب
أنا أتحمل هذا الكلام، يعني أتمنى هو لا يحسب عليك ولا كذا. أنا أقول الأحزاب كل حزب عنده فصيل مسلح، وكل حزب عنده لجنة اقتصادية، وكل حزب عنده فساد، وكل حزب عنده مصالح ضربتها ثورة تشرين. فكل الأحزاب مشاركة بقتل المتظاهرين ولا أستثني أحدا. اللي صار سادنا أنه منتظر زيد صار لقمة صعبة عندهم، التصفية ما قدروا لي الله المنجي، فالتصفية المعنوية أسهل، والناس الشائعات يموتون على الشائعات ويصدقوها بسرعة. زين أنا بنتي ما شايفها وأركض على الفضائيات أطلع أناظر الإطاريين، هم الإطاريين ما زالوا وسيبقون، يعني قصدي اللي هم مع الدولة مع الحكومة، أناظرهم وأجي ألم من الناس ومن الأصدقاء ومن المعارف دينار دينار حتى أطبخ للناس بالتحرير. سويت إذاعة داخلية وأنشر بالفيسبوك مباشرات وأغطي كل هذا، والله يشهد علي. وقت ما أريد أنام آخر شيء أنا أريد أنام، والله أشعر بحرج إن شلون أنام وعوف هذه القضية وأنا شايل سلم بالعرض. طلعت اتهامات الصدريين، عندهم خيمهم، الصدريين عندهم القبعات الزرق مالتهم، نطب ونطلع. أنا سويت لجنة لحماية المتظاهرين. من هاي اللجنة؟ من شبابنا، عمل لمونا السكاكين، لمونا الكذا، لمونا الكذا، هاي رجون بيها. انت هاي ثورة مفتوحة. زين الصدرين الله يشهد عليه، مرة قلتها لأحد المسؤولين هم السيد إبراهيم الجابري، اجتماع كان للخيم بعد ما صارت قصة المطعم التركي، وأنا لا يهم المطعم التركي ولا أصلا واصل له من بداية الثورة إلى نهايتها، ما عندي ترف التصوير بالمطعم التركي وصعد له. أنا صعد لهم أكل، وبعدين هم الموجودين بالمطعم التركي رفضوا، قالوا ما أريد أكل منتظر الزيدي، لأن صاروا بارونات، صاروا سماسرة ويبيعون صوات ويصعدون صورة بفلوس. زين هاي من أخطائنا، بس مو أخطاء الشخصية، هذا بشرك يا سيدي الكريم. وأقول لك إياها، أنا ما أعتب على البشر، أنا أعتب على السلطة السياسية اللي أنتجت لنا هكذا عقول. 20 سنة ما قدروا يثقفون الناس، يوعون الناس، يعلمون الناس، فهذا نتاجهم مو نتاجي ولا نتاجك، ونتج ثورة عفوية خرجت اللي المطالب بحقوقنا. طيب رادت تتفاوض الدولة بكل مفاصلها وبكل الأسماء التي تعرفها والتي لا تتوقعها، وأنا كان كلامي بسيط واحد، تريدون تتفاوضون تعالوا هاي الساحة تفاوضوا ياها، حتى لا يقال منتظر يدور زعامه قيادة، وحتى لا يتسلق الآخرون علينا. أنا صاحب مقولة قادتنا شهداؤنا، هاي الثورة ما بها قيادة، حتى لا يتسلق الآخرين يقول لك إحنا قيادة، وطلعت قيادة فلانية وفلان يقول لك أنا والله المتحدث باسم الثورة. أردتها عفوية، حاولت أعالج الأخطاء، بس أنا واحد، العالم اللي داير مدايري ناس محبين، فهاي الشائعات أنا ما كنت يعني ما كنت ما لدي الترف للرد على من يهاجمونني، ما عندي الوقت للدفاع عن نفسي، أنا أدافع عن قضيتي، أدافع عن وطني، أدافع عن ضد هؤلاء اللي سرقوا حقوقنا وأنه بيقتلون شبابنا. أنا على هذا جاي أشتغل. يعني إذا هسه يجيك واحد يقول لك أنا أقول لك أنت كنت ضد المتظاهرين وضد الشباب وكذا وكذا وأنت سويت، شت تجاوب وش ترد عليه؟ شلون غير واحد يقول لك مثلا أنت ضد، أنت سويت الفلان شغلة، قلت تعب أبو شلون، ولك هاي خيمتي، هاي خيمتي فوق الدائرة، يعني حتى صار على علن مو بالقاع، وذاعتي بصفها، والمطعم مالت نطبخ صاير بالنفق، بالنفق مع باب الشرجي. زين وهاي الخيم اللي نقدر عليها تجيني الزايدات أكلهم أطوهم، لا مو هذا ولا يحشون عليه، قلت لهم مو يحش مو مالت أبوي هي، حتى أنا كيف أنطل اللي يحبني، أطل يكرهني ولا يحبني، اللي يحش عليه ولا ما يحش عليه، هاي قضية عامة، لا تخلون الخيمة تتفلش، أنطوا لا توقفون خيمة، وولدنا موجودين وكل هذا شهود. وأكبر دليل صارت انتخابات، راحت ناس ويا فلان، راحت ناس ويا علان، راحت ناس صعدت، وأنا منتظر بعد ذاك، هو لا شاركت بانتخابات ولا سويت لحزب وقعدت وصارت عند السيارة، لا شاركت خلاص. بانتخابات ترشحت، لا دا احكي لك على انتخابات ما بعرف. زين دا احكي لك على انتخابات مال
تشرين اللي دخلت بيها. قالوا ليش ما شارك؟ قلت لهم خلونا انا يا بعيد انا جربت. شنو انتخابات تشرين؟ انتخابات بعد ثوره تشرين، انتخابات المبكره صعد بها على تقصد الانتخابات النيابيه التشريعيه؟ اي بالضبط. قلت لهم يابا بس انا اقصد من اقول انت شاركت ادري انك تريد تغمز الى غير موضوع. تغمز غير موضوع. انا قلت جربت مره زين واعتبر يعني غلطه الشاطر انه انا اشتركت بالانتخابات يعني. وجل من لا يسوء، انا ما مو جاي ابرر لك، ولكن انا مو خدعت، ولكن للاسف الشديد اسات التقدير. انا اقول لك اياها للاسف اسات التقدير ودخلت بالانتخابات. كانت على اساس شو يسمونها كتله عابره للطائفيه وعابره الكذا، وبيها المستقلين بيها الفنانين بيها من السنه والشيعه والكرد وكذا، وتضح كله احنا مجرد كنا بالواجهه، والحقيقه هي كانت كتله صدريه، واللي خرجوا الاخوه الصدريين موجودين قسمت المناطق بدون ما ندري. يعني انا هذا طبعا وقتها ما اعتبت ولا حكيت لان ما يسوى حتى تحكي به الموضوع. يا ليش قسمت المناطق؟ قالوا لا مو كذا كذا صار. طيب ميا من احكي انا سكتت. تدري انا قد الحمله الانتخابيه اللي طوني اياها سائرون منتظر الزيدي اللي كانت في ذلك اليوم الفضائيات من سمعه وانا مرشح جاءت من كل حدب وصوب والله، من ولا زالت موجوده عندي، من استراليا من اليابان الى البرازيل. يعني كان يجيني ابو مونت كارلو من طياره للبيت، من المطار للبيت، ابو البي بي سي من المطار للبيت، ابو الايطاليه والى اخره. تدري قلت اذا احسب لك اياها بالعراقي هم طوني لوحات ولا زالت محتفظ بيها للتاريخ، عدد اللوحات اللي طوني اياها الفليكسات نايلونه عليها صورتي والله لا يتجاوز 250 الف دينار عراقي، والبقيه علي 250 دعاية انتخابية لمرشح منتظر الزيدي. وبعدين قسمت المناطق يعني ما يعادل 150 دولار أو أقل ربما. قسمت المناطق قال والله فلان أنا ما شايفهم فلان وفلان وفلان، بل بعض الأخوة الجمهور الصدري المحب لمنتظر الزيدي يقول والله أستاذ إحنا رح ننتخبك وبال هذا اللي يسمونه مال الانتخابي المركز الانتخابي قال لا هذا الفلانة وفلان بس ممنوع تنتخبون ثاني. جزاكم الله خير.